الفنية، كل ما هو الرقابة على الصادرات والواردات، كل هذه أعداد من الأجهزة هي أجهزة محترمة ولكنها أجهزة رقابية نوعية لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن هي بتعمل لصالح وزارة أو هيئة أو مصلحة. أيضا في نهاية المفاهيم، مصر تأخرت في ترتيبها ضمن الترتيب اللي بيعلن من المنظمات العالمية. مصر تأخرت، لكن هل الأجهزة الثلاثة دول الكبار يقدروا يقولوا مصر فين دلوقتي ولا ترتيبها ايه ولا لا؟ يبقى الأجنبي اللي في الخارج، لا، هو مش الفساد المقصود في ذهن حضراتكم، ولكن هناك معايير هذه المؤسسات بتقيسها كلها في يد الحكومة. ايه؟ انه مفيش مصالحة، لان مفيش قانون معلومات، مفيش مكشفة للمعلومات اللي المفروض المواطن المصري من حقه ان يطلع عليها، سواء حالا او بعد كذا سنة، زي ما تعلنه مثلا انجلترا ان هناك هيكون توافر لمعلومات ارشيفية بعد 30 سنة. لا، احنا ما عندناش هذا النظام حتى الان، ما عندناش حتى الان اجراءات حكومية توفر الشفافية، سواء في اجراءات الشراء او البيع او الى اخره. معايير اخرى لا تختص او لا تكون ضمن هذه هل انشاء المفوضية او جهاز جديد هيمنع الفساد؟ لا، التلات اجهزة احنا بنقول، انا رأيي الشخصي بنقول ان نفعل هذه الاجهزة، ومكافحة بقى الفقر، وان يكون لدينا نظام تعليمي جيد هو اللي هيكافح الفساد. المفوضية ليها تكلفة مالية، لابد ان تطلعونا بدراسات عليها. انا عايز انهي لان الوقت، انا علشان اشتغل ويكون لي رأي في هل سأكون مع المفوضية وإنشائها أم لا، لازم تكون عندي دراسة لجدوى إنشاء، سواء التكلفة المالية أو الاجتماعية أو القانونية أو إلى آخره. هل هناك دراسة؟ أنا لم أطلع عليها، ولكن أنا بأقرر إن لم يحضر لي أحد من معد دراسة، لو كان هناك ادعاء دراسة يشوف مشاكل ايه في واحد من اهم الاجهزة الرقابية. طب انا بزود فاعليتي في العمل ازاي؟ سلبياتي ايه؟ ايجابياتي ايه؟ اذا يعني ما اقدرش اقول ان هناك دراسة جادة اعول ورش العمل اللي ممكن زمايلنا هيحضروا ويقولوا ارائهم. في النهايه هو لو كان بس حد زارنا كان